تعالوا نواصل مع بعض رحلة إيمانية لتثبيت وتحفيظ سورة البقرة إن شاء الله. في وقت الحلقة دي أكون جيت من عند المسجد الحرام ودعت لكم كلكم هناك بإذن الله. مصحفك معايا، صوت عالي وتركيز. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، 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 وإن تولوا فإنما هم في شقاق، 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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، 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 وهو السميع العليم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله،
وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. 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 ونحن له عابدون، ونحن له عابدون، ونحن له عابدون، ونحن له عابدون، ونحن له عابدون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ونحن له عابدون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ونحن له عابدون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ونحن له عابدون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ونحن له عابدون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ونحن له عابدون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. 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 وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. 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 قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
هنسمع الجديد 3 مرات إن شاء الله، ومن أول ربع وإذ ابتلى لغاية آخر الجديد، والأربعة أرباع اللي عليهم الدور. أسأل الله أن يعينكم على قيام شهر رمضان، وأن يتقبلكم من المقبولين، وأن يرزقكم حج المسجد الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.